هي الأوضاع شو أهم شيء عم تسعى لتأمينه؟ والله أهم شيء بسعى لتأمينه السهل، يعني أنا بحب هيك أمن بنات زراف هيك للسهل وانبسط. شو في هالدنيا؟ إذا ما سهرنا وعرفتي شو عندك الليلة؟ أهم شيء بسعى لتأمينه هو حياة فيها كرامة لأولادي. الحمد لله قدرت أمن لهم طلعة من المنطقة السخنة اللي كنا فيها وجينا لهون، وعم حاول أسعى هيك قصارى جهدي لحتى أمن لهم لقمة الخبز، لأنه لقمة الخبز صايرة صعبة. أمين؟ أنا ما بأمن شيء، البابي بيأمن لي كل شيء. نايم. الأمان بالله. أمن لحدا، أهم شيء أمن لحدا. لك لأبوكي ما تأمني، تعرفي أبوكي؟ هذي شابة، ما تأمني له نهائياً، نهائياً. كل يوم بسعى لتأمين الخبز لأنه هو من أقصى الاحتياجات يلي بتلزمني أنا كمواطن شريف في هالبلد. كل يوم عندي دق مصارعة مع المعتمدين يلي عم يجوا بيتحشوا معنا مع دورنا العادي المواطنين العاديين. المهم الحمد لله كل يوم بغلبون وباخذ ربطة خبز، حاسس حالي النمر المقنع. أكتر شيء بسعى لتأمينه هو الواقي، كمامة مشان إذا صار الجو C4 انفجارات كذا يكون في عندي واقي من الغبار من أي شيء هيك بي 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 بيزعج الجو، عرفتي؟ مو أكتر شيء بسعى لتأمينه هو الأخضر الثقيل، الدولار يعني. وهيك يعني أنا بشوف إنه الدولار كتير مهم هلا بهالوقت، يعني هو أكتر شيء ماشي أموره. بحجة شو عم تسحب دولار؟ عم نظبط أمورنا بس بدي لك سب. بتروحي بتقولي لهم بدنا نسافر، بدنا نهاجر، بدنا ندرس برا كذا، فبيعطوك دولار، عم نمشي الأمور لا تاكليها. ليش دولار؟ أي والله معك حق. كمان أحياناً يورو يعني ما تاكلي هم، عم ناخذ. قصدي ليش عملة صعبة؟ عملة صعبة هيك، لأنه العملة الصعبة أحسن شيء وشغالة بهالبلد. أنا آسف كتير وصل الدعم هلأ بدي روح، وميلي على ميالك أبو أديب خيالك ميالي. أكتر شي بسعى لتأمينه هو المازوت، عم فكر لاقيلي كم لتر مازوت مشان الشتوية الجاية، لأنه الشتوية الماضية بردنا كتير. هذا الشي وين رح يطلع؟ على قناة تلاقي. وين؟ في غدا قد نلتقي. لا يستر عرضك، لا لا.